استمتعوا بأروع الأجواء الاحتفالية واستقبلوا العام الجديد 2024 من وسط مدينة دبي، لنكتشف معا تفاصيل إدارة حركة المرور لاحتفالات رأس السنة 2024 في منطقة برج خليفة. لضمان سلامتكم وسهولة تنقلكم خلال الاحتفالات بالعام الجديد، اطلعوا على الخطة المرورية المنظمة في محيط منطقة برج خليفة. جميع الطرق المؤدية إلى برج خليفة ستكون مغلقة مساء 31 من ديسمبر 2023، وذلك وفقا للجدول الزمني التالي: سيغلق شارع الأصايل الساعة 4 مساء، ابتداء من 4 مساء أيضا سيتم إغلاق شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع برج خليفة وشارع المركز المالي السفلي وشارع المستقبل بين تقاطع شارع المركز المالي وشارع المركز التجاري تدريجيا. ابتداء من الساعة 8 مساء سيغلق شارع الصكوك، وابتداء من الساعة 9 مساء سيغلق شارع المركز المالي العلوي. كما سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة دبي مول اعتبارا من الساعة 5 مساء أو في حال تخطي الأعداد الطاقة الاستيعابية للمحطة، لذا نرجو منكم استخدام أقرب محطة مترو للوصول إلى موقع الاحتفالات. لا تنسى تفقد رصيد نول قبل الانطلاق، 15 درهم الحد الأدنى لرحلتي الذهاب والعودة. ستغلق مصاعد وجسور المشاة على القناة المائية، كما ننصحكم باستخدام محطات المترو التي تتوفر فيها المواقف، ومنها محطة سنتر بوينت واتصالات من إيأند وجبل علي وعقارات جميرا للغولف. ولتسهيل تنقلاتكم سيتم تشغيل خطي مترو دبي الأحمر والأخضر لمدة 40 ساعة متواصلة من الساعة 8 صباحا الأحد 31 من ديسمبر ولغاية الساعة 12 صباحا الاثنين الأول من يناير 2024. كذلك سيتم تشغيل ترام دبي من الساعة 9 صباح يوم الأحد 31 من ديسمبر ولغاية الثلاثاء 2 من يناير الساعة 1 صباحا، أي لمدة 40 ساعة متواصلة أيضا. وإذا كنت تفضل القدوم بمركبتك سيتم توفير مواقف بديلة، ومنها مواقف نادي الوصل ومواقف الجافلية، مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث ستنقلك حافلات الهيئة من وإلى موقع فعالية الاحتفال مجانا، أو يمكنك القدوم باكرا وإيقاف المركبة في منطقة إعمار، حيث يوجد أكثر من 20,000 موقف للمركبات في دبي مول ومواقف زعبيل دبي مول وفاونتين فيو والمواقف أسفل البوليفارد. تجدر الإشارة إلى أنه يمنع إيقاف المركبات على كل من شارع الخيل وشارع الشيخ زايد بالاتجاهين. في موقع الحدث ستتوفر فقط خدمة الحافلات لضمان مغادرة منطقة برج خليفة بسهولة تامة ومباشرة بعد انتهاء الاحتفالات. وأيضا سيتم تشغيل حافلات عامة مجانية لتوصيل الجمهور إلى محطات المترو ومواقف مركبات الأجرة والمواقف البديلة للمركبات الخاصة بعد انتهاء الحدث. مركبات الأجرة: بعد انتهاء الفعالية تم تحديد موقعين لوقوف مركبات الأجرة يمكن استخدامهما للوصول إلى وجهتكم، ويتم نقلكم إليهما من خلال حافلات الهيئة. مواقف نادي الوصل، مواقف الجافلية، مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. الهيئة معكم لتكون الاحتفالات بالسنة الجديدة ممتعة وآمنة مع تنقل سهل ومريح. كل عام وأنتم بخير.